السلام عليكم ورحمة الله. درسنا اليوم اللغة الإنجليزية للصف الأول متوسط. اليوم حناخذ نشاط الأكتيفيتي بوك، أهم التمارين اللي المهمة، يعني أشر بس التمارين المهمة. وطبعا أنا القواعد شارحتها كلها موجودة بقوائم التشغيل، شارحة الماضي البسيط وشارحة المضارع البسيط وشارحة الماضي المستمر والمضارع التام، ويعني كلها شارحة في الشرطية، ويعني كلها شارحتها. بس اليوم حناخذ نأشر أهم التمارين المهمة بالأكتيفيتي. فناخذ صفحة هاي، يعني الأربعة الأولى ما داخلة، يعني مو ماك شيء مهم. ناخذ صفحة 5، هذه عيني، هاي عندي الماضي البسيط، إضافة إيدي، أكو أفعال قياسية، وهاي يعني بس نضيف لها إيدي، وأكو أفعال تتغير وأكو تبقى نفسها. فهاي عندي listen نضيف لها إيدي، learn إيدي، stay الواي إذا قبلها حرف علة نبقي الواي ونضيف إيدي، وإذا قبلها حرف صحيح تقلب الواي إلى I ونضيف لها إيدي. see هنا عندي saw، make made، go went، take took، get up got up، am هي am، وطبعا هاي was were هنا، اي هنا is تصير was. هعيني do did والhave had والbut والread تبقى نفسها. زين، هذه عن الماضي البسيط، هذا كلش مهم، فننتبه على هذا التمرين. نجي على هذه الصفحة، صفحة 6 الدي، هاي عيني، هذا الدي، هنا عندي كلمات، هذا عيني، هاي مو مهم، هذا عندي كلمات، شنو مو مهم؟ لا مهم هذا، بس هذا عن القواعد الماضي المستمر والماضي البسيط وانا شارحته. زين، هذا عندي، هذا داخل الصندوق كلمات، هنا فانتستينك يعني رائع جدا، هوريبل مخيف، هنا عندي ديليشيز لذيذ، بورينج ممل، بيوتيفول جميل، ترابل شنيع، ولوفلي ايضا يجي معنى جميل. فهذه هذا الحل مالتها، هاي عيني حالتها. نمبر 1 نقول ماي براذر كوكت دينر لاست نايت اند ات واز ديليشيز، نقول يقول اخي، هذا ليش راح اترجمه؟ لان مهم كلش، هاي دائما يعني مدرساتنا دائما يجيبوا هذه الطالباتنا، فاكدت عليهم هذا كلش مهم. اي صفحه 6 و7 هذا دي. زين، قايل لي اخي اخي طبخ العشاء في الليله الماضيه، يعني طبخ عشاء لذيذ ديليشيز. نمبر 2 I saw فراغ accident on my way to school. نقول هربال. يقول رأيت حادث مخيف، هربال يعني مخيف، في المدرسة، في طريقي إلى المدرسة، مو بالمدرسة، بالطريق إلى المدرسة. زين، 3 the Arabian horse is a lovely animal. يعني lovely، lovely يأتي جميل بمعنى جميل أو حيوي. نقول 3 يقول هو حيوان كلش جميل جدا، يعني هو حيوان كلش جميل جدا. 4 جاسم doesn't like football. He thinks it's فراغ boring. Boring ممل. جاسم يعني لا يحب كرة القدم، يظن إنه مملة كرة القدم، يعني نقول boring. 5 هدى saw beautiful dress in a shop window she want to buy it. هدى تريد تشتري فستان جميل جدا، تريد تشتري من المحل. 6 in some countries young children have to work all day. I think that's نقول trouble. هنا شي يقول 6 يقول في بعض البلدان الاطفال يعني يعملون فتشي، يعني فتشي يعني مروع، او يعني يواجهون فتشي مروع كل يوم، يعني تربا. سفن
تشيتا كان ران ات مور ذان 100 تير كيلومترز اون اور ذاتس فانتستيك. ليش خليتها فانتستيك؟ لان يقول تشيتا يعني النمر يركض، ممكن ان يركض يعني بمقدار 110 كيلومترات، يعني اي بمقدار فتشي يعني مذهل، فتشي يعني مذهل. نختار له فانتستيك، هذا مهم. زين نجي على هذا التمرين الاي، ايضا مهم. هذا يتحدث عن ضمائر الفاعل وضمائر التملك وصفة التملك، فهذا كلش مهم. زين ماين ويورس وهيرس واور وذير. زين عندي هنا هاي طبعا شارحته بقوائم التشغيل موجود، مو الا يعني مثلا بالاول، يجوز انا مخليته للثالث، فشوفوا قوائم التشغيل مالت الثالث انا مخليته. سميره lost her watch yesterday I think this is hers. شو تقول؟ تقول سميره ضاعت ساعتها يعني البارحه، وتصور انها هي يعني الها. ليش اختارت هيرس؟ لان يعني يعني عاود الها سميره، يعني فتشي الها يعني ساعة سميرة. بلال I think this book is yours. أخلي you left in the in my hours yesterday house yesterday. يقول أتصور هذا الكتاب يعني هو إلك، تركته في بيت البارحة. نقول yours. Three we took that ball to the beach it's ours خلي but those boy thinks it's theirs. هنا شو يقول؟ اخذنا الكره الى الساحل، نقول ours هي مالتنا، وهذول الاولاد يعتقدون انهم هو مالتهم، ف theirs خليتها لان جمع، خليت theirs لان اولاد boys. زين هاله doesn't have a radio so I lent her mine. هالة ليس لديها راديو، أنا أعطيتها الراديو مالتي، يعني عود إلي ماين. زين هذه مو مهم وهذه هم مو مهم. أنا ترى قوة دبرت الكتاب وهذا كله مشخبط الكتاب. زين هنا عندي هاي الكلمات الناقصة، هذه الأحرف الكلمات هذه، نقول هاي lovely هاي يعني شنيع، هذه delicious لذيذ، وتربل طبعا هسه اللي اخذناها ار، وفانتستيك وبورينج وهوربل، هذني مهمات ذني كلش. زين نجي على هذا التمرين، هذا اكو قاعده بات وطبعا هم شارحته بات واند واور. هنا شو نقول؟ هذا تمرين علينا، انا حالته اند، هنا بات، هنا بات، هنا اور اور، وهنا بات اند وبات. هنا شنو شو يقصد عليها؟ مثلا نقول البات، ناخذ الاند. الاند تستخدم للافكار المتشابهه، يعني نقول و مثلا جمله تامه للجمله الثانيه، نقول اند اند يعني و، ها الافكار المتشابهه. البات للافكار المتناقصه، يعني نقول مثلا اني يعني مثلا شلون شو نقول هسه هذه، يعني انا احب مثلا كرة السلة بس ما احب كرة القدم، هيك بات. اي والاور اختار بين شيئين، يعني اختيار بين شيئين، يقول انا احب مثلا العشاء بس ما احب الغداء، يعني فد شيء، احب اللحم بس ما احب السمك، هيك. زين هذه مو مهم. نجي على هذه هذه عيني، هذه صفحة 14 وصفحة 15، هذه هاي القطعة فد 8 نقاط، هذه كلش مهمة. هاي انا حليتها، باعي حالتها انا، هذه هنا موجودة بس اقروها تفتهموها. هذه 13 وان فلات، هذه 14، هذه مهم. هذا التمرين نقول مهم. نجي على صفحة 15 ايضا، هذا مهم، هذا مهم. هاي هسه اللي قلناها مال الضمائر الفاعل والتملك وصفة التملك، هذه انا هم حالتها. theirs ويورس وماين وهيرس، هذه هذني يونت 1. ان شاء الله نكمل بالمحاضره الاخ يونت 2، يعني ناخذ فد كل محاضره يونت الاشياء المهمه. فهذه بس اقرا كل شيء ما اسوي، بس اقرا اللي اشرتهن اني، وبالتوفيق ان شاء الله.